أنا قلت في أكثر من مناسبة، سئلت عن هذا السؤال، قلت لهم بأمانة أن التيار الصدري سيعود إلى الانتخابات، ولا يمكن لهم أن يعزلوا التيار الصدري بناء على أنه قاطع الانتخابات ولا يتحرك باتجاه عودته، لأن التيار الصدري يمثل للعملية السياسية طوق النجاة، فإذا ذهب طوق النجاة فالعملية السياسية تصبح مكشوفة وبأي لحظة ستنهار، لذلك لا يمكن أن يفرطوا بطوق النجاة الذي أنقذهم طوال الولايات السابقة على أن فسر لي طوق النجاة. سيد عادل، سيد عادل فسر لي شنو يعني طوق، فسر لي طوق النجاة ماذا تقصد؟ طوق النجاة، جميل جميل، طوق النجاة هو التيار الصدري، التيار الصدري دائما يدعي أنه قريب من الجماهير، ودائما يدعي أنه يريد أن يتظاهر، ودائما يدعي بالإصلاح، ودائما ما يحرك الجماهير قبل ثورة تشرين، ويحدث مظاهرات هنا وهناك ضمن التيار الصدري، وحتى وصل إلى المنطقة الخضراء، حتى نجده بعد أن يصل إلى هذا الحد من ما وصفته لك، حتى نجده يتراجع على الفور. على الجهة الثانية كلما ضيق بالعملية السياسية وضيق الخناق عليها وتعرت العملية السياسية باتجاه ولصالح الجماهير، حتى نجد أن التيار الصدري يدخل معها وينقذها. أنقذهم في المظاهرات عندما دخل وحرف مسيرة المظاهرات وقمع المظاهرات، أنقذهم في العملية السياسية عندما يختارون المناصب، أنقذهم في عمليات التوافق لإحداث بعض التغييرات في شكل الحكومة أو حتى في رئيس الوزراء. كل مآل يعصف بالعملية السياسية نجد التيار الصدري الذي يلعب بالجهتين، يلعب بجهة الجماهير ويلعب بجهة العملية السياسية، ولكن ولاءه المطلق للعملية السياسية، ويعلم أنه هو راعيها الأساسي، وبالتالي هو من يمثل طوق نجاة لها حتى في الانتخابات الأخيرة. لا يمكن أن يفرطوا به، وإن فرطوا به فيعلمون أنه لا يمكن له أن يسكت، على الأقل في حالة التوازن داخل البنية السياسية بعد تشكيل الحكومة، ولا يمكن لحكومة أن تشكل أو رئيس وزراء دون أن يكون للتيار الصدري حصة الأسد فيه.